السجن بيتقال له لفظا كده اترك كرامتك بره، هنا انت مالكش كرامة. مش عايز اخد اولادي معايا عشان ما يشوفوش اهانة ابوهم قدامهم. يعني سجين منفصل منقطع من العالم الخارجي، والطلب منه ان هو يسجد للمأمور، يسجد للباشا. كانت تجاوزات وزارة الداخلية في حق المواطنين أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الشعب المصري للخروج في 25 يناير، وتطورت مطالبه من إقالة وزير الداخلية في ذلك الحين إلى إسقاط الحاكم نفسه، فسقط رأس الدولة. إلا أن للقصة جوانب أخرى منسية. بعد الثورة كانت أوضاع حقوق الإنسان تسير نحو الأفضل، دستور تمت صياغته بما يوافق كرامة الإنسان، وأصبح للشعب كلمته. إلا أن الأحداث المتعاقبة لم تمهل هذا الشعب. حين تطأ أقدامك شوارع القاهرة ما عدت تشم رائحة الأمل ولا ترى ابتسامة الصبايا الصافية، عاد شبح الخوف من الدولة، وأصبح الناس يشتركون في خوف واحد، يخشون نظرة ضابط يسير بمركبته، ويتحاشون المرور من أمام أقسام شرطة أنيط بها يوما حمايتهم. يمكننا أن نقول أن سوء المعاملة بعد الاعتقال على ما يبدو هو سياسة ممنهجة، لأنه يمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة وخاصة الأمن القومي التابع لوزارة الداخلية. مع ذلك يجب أن نسطر أن السجون المصرية عموما لا تفي بالمعايير الدولية. في مصر ليست السجون وحدها هي مقر احتجاز السجناء، فأماكن الاحتجاز القانونية تجاوزت 504 مقر احتجاز، من بينها 43 سجنا قديما و19 سجنا بنيت بعد ثورة يناير 2011، فضلا عن السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة، وعددها 122 سجنا مركزيا، وأقسام ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر، والبالغ عددها 320 قسما ومركزا، فضلا عن أماكن الاحتجاز غير القانونية مثل معسكرات قوات الأمن والسجون العسكرية التي لا تعترف الدولة باستخدامها في احتجاز مواطنين. وطبقا لتصريح رئيس مصلحة السجون اللواء مصطفى باز، بلغ عدد السجناء في مصر نحو 80,000 من دون احتساب المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة. وفي هذا السياق كشف الستار عن تعذيب في سجون كثيرة في مصر، كان أشهرها سجن العقرب الذي يزج فيه بقيادات الإخوان وقيادات معارضة للنظام الحالي. نظن أن المعاملة القاسية واللا إنسانية في سجن العقرب أدت أو ساهمت في مقتل 6 أشخاص على الأقل. وبينما يبحث الفريق في ملفات سجن العقرب، وقع أمامنا تهديد مباشر لأحد المساجين هناك بأن يتم نقله إلى سجن أشد قسوة إذا لم يلتزم التعليمات. عصام حاول معانا كتير إن هو يعمل معانا مشاكل كما هو يعتاد هذا الأمر أيام ما كان برا السجن. فأنا بعت له رسالة واضحة وصريحة، قلت له من حقي كمساعد الوزير لقطاع السجون إن أنا أوديك الوادي الجديد. تواترت التهديدات للمعتقلين في العقرب بالزج بهم في سجن أشد تعذيبا وأشد وطئا، فكان السؤال كيف يكون سجن أشد تعذيبا من وضع سجناء العقرب؟ وصلت درجة الانتهاكات الموجودة داخل سجن الوادي الجديد لدرجة غير مسبوقة، تعدت سجن العقرب اللي كنا بنعتبره رمز للانتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح. وبعد بحث وسؤال وصلنا لبعض الحالات التي حكت لنا عن تجربتها في واحد من أسوأ السجون في مصر. الاعتقال 9/9/93، مكثت في سجن طرى إلى يوم 17/4/95، رحت ساعتها سجن الوادي الجديد، فضلت هناك ليوم 11 سبتمبر 2000، رجعت من هناك إلى سجن الاستقبال مرة أخرى 5/2/2006، رحت العقرب وخرجت من العقرب في 25/4 في نفس العام. ك
كانت فكرة سجن الوادي الجديد تقوم على مبدأ التغريبة للضغط على المعتقلين عن طريق أهاليهم، إرسال المعتقلين من أهل الوجه البحري لقضاء مدة حبسهم في الصعيد، وإرسال أهل الصعيد لقضاء مدة حبسهم في الوجه البحري. فبدأت الداخلية بتجريب إرسال دفعات إلى سجن الوادي، وكانت تسمي كل دفعة باسم التغريبة. طيب، هو سجن الوادي الجديد بدأت الترحلات فيه بتاريخ 2/2/95، كانت دي ترحيلة رقم واحد، وانتهت 17/4/95، دي كانت التغريبة رقم 9. التسع تغريبات دول هم التسع تغريبات المتصلة اللي افتتح بيهم ال 12 عنبر بتوع سجن الوادي الجديد. تتبعنا وصف السجن من سجناء سابقين ومن بعض أهالي المعتقلين بعد أن أعيان البحث والسؤال عن السجن من الأوساط الرسمية، فوجدنا أن سجن الوادي الجديد يقع في منطقة جغرافية بين مركز منقباد في أسيوط ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد في عمق الصحراء. أقرب مكان إليه يقع على بعد 200 كيلو من قنا و180 كيلو من الطرف الآخر. بالنسبة للسجن بشكل عام، المسافة ما بين السجن والقاهرة تتجاوز 650 كيلو، دي مسافة كبيرة جدا، وعدد المسجونين داخل السجن تجاوز 800 معتقل، من معتقلين من القاهرة ومن الفيوم ومن بني سويف ومن المنيا ومن أسيوط ومن أسوان ومن قنا، أغلب محافظات جنوب مصر بشكل واضح في مسجونين في سجن الوادي الجديد. تم إنشاء السجن بنظام الوتدي الهندسي بسبب طبيعة الرمال المتحركة حول المكان، تم بناؤه كاملاً في 12 شهراً وبتكلفة وصلت 195 مليون جنيه مصري. ينقسم العنبر إلى قسمين، كل قسم 9 زنازين، أمامها باب حديدي وأمامه مكتب الاستيفاء، وهو مكان يتمركز فيه ضباط السجن والقوة الضاربة. على جانبي العنبر توجد أماكن مفتوحة المفترض أنها لخروج المساجين من زنازينهم لقضاء اليوم في الشمس أو ممارستهم بعض الرياضة. السجن مكون من 3 وحدات، كل وحدة 4 عنابر، من 1 إلى 4، ومن 5 إلى 8، ومن 9 إلى 12، والوحدة الرابعة كانت مبنى للإدارة والزيارة والمستشفى. إن متوسط عدد النزلاء في الزنزانة الواحدة ما بين 25 إلى 35 سجيناً في غرفة مساحتها 6×4 أمتار، أي أن حق السجين الواحد في الزنزانة إذا ما حسبناها على الحد الأدنى أي 25 فرداً 96 سنتيمتراً. اللافت للنظر في من ابتنى سجن الوادي الجديد أنه حاول أن يصحح فيه كل أخطاء البنايات السابقة في السجون، بمعنى رقم واحد أنه لم يجعل فيه طوب إطلاقا، لأن في سجن الاستقبال وسجن أبو زعبل ودول اللي كانوا مخصصين للسجون السياسي كان الإخوة بيهدوا الحيطة، يفتحوا الحيطان، 31 زنزانة بيتفتحوا على بعض. في الوادي الجديد لجأ أنه هو يتلافى كل هذه العيوب، فالزنزانة ليس فيها أي شيء إطلاقا إلا فقط مقبض الحنفية ومكان خروج الماء من الحنفية. كان الحصول على معلومات عن هذا السجن غاية في الصعوبة. رفض معظم المسجونين السابقين الذين خرجوا مؤخراً الحديث معنا خوفاً من إعادة اعتقالهم وبطش السلطات بذويهم. وبعد بحث طويل وصل الفريق إلى أحد السجناء المفرج عنهم ووافق على الحديث معنا عبر الهاتف. تم الاعتقال يوم 28/8/2013 من مدرستي، دخلوا علي ضابط ومعهم مجموعة من الملسمين وغموا عنايا، دخلوا علي مكتب المدير. طبعا المدير أول ما شفت المنظر أغمى عليه. وجد الفريق أحد السجناء السياسيين الذين خرجوا منذ فترة قصيرة مستعداً للحديث معنا. بعد الانقلاب وبعد الأحداث ما حصلت، الشرطة مع بعض الناس من الأهالي المرشدين كانوا بيبلغوا أسماءنا، سواء حد أي حد من الإخوان،
فراحوا بالنسبة لي أنا راحوا المصلحة الحكومية بتاعتي، وكان فيه اثنين أمناء شرطة قالوا لي عايزينك رئيس المباحث عايزك 5 دقايق. ورحت معهم رئيس المباحث، كان في شهر 9 2013. رئيس المباحث كل اللي عمله معايا انه اخذ مني البطاقة، بطاقتك معاك، قلت اعطيته البطاقة بتاعتي وقال لي اجلس. قعدت فوق، كان عندك في المباحث حوالي 3 ليالي. في الليلة الرابعة تعرضت على الـ على الـ على النيابة، وجلست في السجن أكثر من 3 شهر. تعرضنا على في الأول جلسة للجلسة الجنائية، حالة القضايا الجنائيات، وخدنا فيها حالة للمفتي، وكان عدد 29 اللي هو هز الرأي العام تقريبا في العالم كله. وبعد العودة الرأي المفتي كان تقريبا 28/4/2014، وفصل الحكم على 37 إعدام والباقي مؤبد، فأنا كنت من العدد اللي خد المؤبد. بعد الحكم بحوالي 2 ساعة جابوا العربيات وحملوا العدد كامل كله وفرجعنا صحيا أنا وكل الموجودين في الخارج، والجلسة لسه القادمة في ميعادها في شهر 9. فده سبب طلوع من السجن، أنا ما زلت على سبيل القضية لحد الآن. زوي اسمه سالم سعيد، معتقل من قبل فضل رابعة من يوم 9/8/2013. قعد 2 سنة على مدة التحقيق، ما اتحكمش عليه، تأجيل شهر في 45 يوم. بعد كده اتحكم عليه ب14 سنة. ده كان أكبر حكم في محافظة الفيوم. أول حاجة في حاجة اسمها تشريفة كده، سجن الوادي لاستقبال كل 2. احنا نزلنا من السيارة من الخوف والرعب، مكناش راضيين ننزل، طلعوا علينا كلاب تنزلنا. المهم نزلنا، كان استقبالنا بقى ايه، صفين من العساكر، اللي مع جنزير بيضرب، واللي مع فرع شجرة في شوك بيضرب، والناس بقت تقع تموت، وناس بقت تقع من الضرب. اليوم ده كان بالنسبة لنا كان من أصعب الأيام اللي عدت في حياتي، يوم الاستقبال ده. بعد كده جلعونا مرض، وبعد كده حلقونا جوم المساجين الجنين، حلقونا رأسنا حلقة مشوهة، وبعد كده راح أعطونا فارول وخدوا هدومنا كلها، حرقوها لنا، حرقوا الشنط وحرقوا الكبائل، الملايات اللي كنا جايبينها واللبس اللي كان جايبينه معانا كل ده اتحرق. دخلنا وزعونا بقى على الزنازين، كانوا الأول بيحط كل 25 في زنزانة، بعد كده روحوا جايبين عليهم بقى الوارد، بقى توصل 25 دي تقريبا لحوالي 65 مرة، توصل مرة توصل مثلا 70 مرة، تنزل 55. بنتحصر بين بابين، يخلع الكل هدومه، كله يرمي ملابسه في الأرض ويقعد بالشرطة أصلا، وبيغرقوا لنا المنطقة مية خالص في الأرض وننام كلنا فيها، والعسكري والأمن الشرطة والضابط الموجود عشان يعدنا، حتى يمشي على الجثث بتاعتنا برجليه واحد واحد عشان يعدنا، ونلف كده في المية ونعوم في المية لحد ما نعدي من الباب ده للباب التاني لحد ما ندخل داخل السجن جوه. كنا نعتقد أن سجن الوادي الجديد أو بطن الحوت مخصص للشخصيات غير العامة أو المعروفة خاصة من أهالي الصعيد، وبينما تتجه الأنظار لكثير من الوزراء والسياسيين المعروفين القابعين في سجن العقرب، وجدنا شخصيات لها مكانة مرموقة بين نزلاء سجن بطن الحوت حالياً. الدكتور مجدي حسين، رئيس نقابة العلميين في المنيا، حاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة هيروشيما اليابانية، وعمل بجامعة طوكيو، واختاره المركز البيوجغرافي الدولي التابع لجامعة كامبريدج البريطانية ضمن 100 عالم على مستوى العالم للتميز في الإنجاز العلمي، إضافة إلى اعتقال عضو مجلس الشعب محمد يوسف القاضي وحبسه هناك رغم كبر سنه الذي يناهز 73 عاما. والدة أحد الشباب المعتقلين بالداخل وافقت على الكلام أيضا. تاريخ دخول السجن 10/2014، سجن الوادي. التهم الموجهة إليه عبارة عن انضمام لجماعة الإخوان المسلمين، جماعة محظورة، وحيازة صورة مرسي وحيازة رابعة،
وخدوا منه الاعترافات دي والتهم دي وما خرجش خالص من السجن. يعني هو على طول اتحبس واتحكم عليه وراح على الوادي على طول. والحكم بثلاث سنين. اول مره زرناه كان في حاله يعني ما بقاله اسبوع مثلا ما استحماش، معهوش هدومه معهوش اي حاجه، متعلقاته كلها بتتحرق اول ما بيدخل. بيتحط في مكان كده اسمه الايراد او الانتظار، ما فيهوش حتى حمام. المية في الوادي في سن الوادي بتيجي ساعتين، ساعة الساعة 8 الصبح وساعة الساعة 5، فكنا 60 دقيقة بتاع الساعة دي كنا نوزعها على بعض، وكنا 60 يبقى كل واحد ياخد مننا النسبة بتاعته من الوقت، يخش كان يستنجى يغتسل يشرب المهم على السريع. كانوا بيعملوا تقريبا زيارة تفتيشية، زيارة تفتيشية دي على غفلة بس يبحثوا. كنا معنا موس، معنا ما بتاع دي قصافة أظافر، حد معه حاجة مخالفة، فكان اللي يبقى معهم حاجة مخالفة ده بقى كانوا يضربوا ضرب موت. دي هاي الحياة التانية، إن كانوا يطلعونا بعد كل أسبوع كده تفتيش، يطلعونا نضرب بره، نجلع حدودنا خالص ونركن جنب الحيط لمؤاخذة نعمل حمام. بحثنا في تقارير حقوق الإنسان ووجدنا بعض التقارير البسيطة التي خرجت تحتج بصفة عامة على الأوضاع. توثيق الانتهاكات خاصة في السجون المصرية هو أمر صعب، صعب للغاية بسبب الحظر المتكرر والطويل الأمد على الزيارات. وهذا للإشارة يسهل التعذيب، لأن عندما يكون يعني سجين منفصل منقطع من العالم الخارجي وخصوصا بمحاميه وأي شخص يمكن أن ينقل معاناته إلى العالم الخارجي فيكون معزولا، وهذا يسهل التعذيب. استطعنا الحصول على رسالة بخط يد أحد المعتقلين في السجن يروي فيها شهادته على مقتل زميله المعتقل نتيجة الإهمال الطبي. عرضنا الرسالة على أسرته المقيمة في محافظة المينيا فأكدت صحتها، لكنها رفضت الحديث إلينا خوفاً على سلامتهم. أحداث مقتل الفقيد عماد حمدي محمد عسران. بدأت المأساة المفجعة عصر الأربعاء في 13 من آب عام 2014. بدأ الفقيد يشكو من ألم شديد في بطنه جراء خروج أمعائه من فتق في جدار البطن. لما تعب تعب شديد خذوا المستشفى مرتين ثلاثة، أما يأخذوا يناموه هناك في المستشفى زي العنبر ما فيش فرق بين الاثنين. فطلع واحد صوته جهوري خالص ونادى يا سعادة المأمور يا سعادة المأمور بصوت عالي خالص. معانا واحد مات في الزنزانة، واحد مات في الزنزانة. فوجئنا بقى بعدها بثلاث أربع دقايق خمس دقايق حملة جديدة جدا من أكثر من 30-40 عسكري وضباط موجودين. توقعنا أنه جايين يجروا عشان ياخدوا الميت يعالجوه يمكن يلحقوه قبل الموت. لقيناهم بيسألوا على باب الزنازين مين اللي نادى على نهاية على سعادة المأمور. يا جماعة طب في واحد مات في الأول، شوفوا اللي مات طلعوه في الأول. وفي الساعة الواحدة والنصف صباح الخميس تم الاستعانة بالحرس، وبعد معاناته تم نقله إلى مستشفى السجن في 14 من آب في حالة صحية ونفسية متدهورة، وأخذ يقص علينا ما حدث معه في المشفى. لم يتلقى أي علاج ولا حتى أدنى عناية، لقد ظل في حالة الإعياء والترجيع الشديدين طوال الليل. وما زاد من سوء الحالة قيام أحد المساجين ممن يعمل ويقيم في هذا المستشفى اسمه مصطفى، قام بتوجيه السباب والشتائم للفقيد بسبب ما أصاب الأرض من ترجيع. لقد نهره بشدة وأجبره على مسح العنبر رغم تدهور حالته الصحية. لقد اضطروه أن يفضل مغادرة المستشفى والعودة إلى زنزانته، فلا فائدة من بقائه هناك. لقد قاموا بإجباره على كتابة إقرار بتحمل مسؤولية نفسه وعاد إلى الزنزانة، وهذا ما كان. وفي يوم السبت بقي يصارع الموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة أمام زملائه. 4 أيام لا يستقر في جوفه طعام ولا شراب، ذهب تارة أخرى وعاد مساء من المستشفى
لتظل الحالة في تدهور شديد، ليخرج بعدها الفقيد مرة أخرى وأخيرة إلى المستشفى. عرفنا يوم الأربعاء بالليل إن في إن عماد ما رجعش، لأنه عماد مات. تجاوز عدد المتوفين من المسجونين جراء الإهمال الطبي 15 معتقل، آخرهم في 6/6/2016 كان آخر معتقل توفى داخل السجن جراء الإهمال الطبي الشديد جدا. طبعا هناك ناس خرجوا عندهم اضطرابات عقلية، اضطرابات نفسية، هناك ناس خرجوا لم يستطيعوا يتكيفوا مع حياتهم الأسرية فحصل طلاق وتفكك في الأسرة. بحثنا عن تناول وسائل الإعلام المصرية لحالات القتل المتكررة بسجن الوادي الجديد، وكانت المفاجأة خلال عام واحد فقط من تاريخ 26 من فبراير لعام 2015 إلى 9 من أبريل عام 2016، خبر متكرر كل شهرين تقريبا في صحيفة واحدة هي اليوم السابع. صيغة الخبر متكررة تتحدث عن وفاة سجين بسبب هبوط في الدورة الدموية أو الإجهاد الحراري أو أزمة صحية، ولا ذكر مطلقاً لتحقيقات أجريت حول هذه الوفيات أو تفسير لتكرار أسباب الوفاة ذاتها كل عدة أسابيع. ولزيارة الأهل للسجين روايات قاسية. كنت بقعد وانا رايحة 10 ساعات وانا جاية 10 ساعات، 20 ساعة. كنت اسافر الزيارة اقعد قدام باب السجن بال6 ساعات لغاية ما يسمحونا بالزيارة. لا توجد اي طرق او وسيلة مواصلات طبيعية لنقل الاسر من اقرب محافظة الى زيارة اهليهم في السجن، ودي ازمة كبيرة جدا بتعرض لها الاسر، بالاضافة الى انه مجرد وصول الاسر الى السجن قد يتم منع الزيارة وتعنت في الزيارة ومنع ادخال الاطعمة. اول زيارة بقى لينا دي كانت حاجة صعبة جدا. طبعا بيدخل بقى جوه عند بابا، بيبقى في الشتاء بنلاقيه لابس بنص كم، نجي ندخل لبس، نجي ندخل مثلا دفايات ملايات اي حاجة، حاجات بسيطة خالص ما بتدخلش الحاجات دي في عز الشتاء. طبعا كل حاجة ممنوعة، معظم الفاكهة ممنوع، معظم الأكل كله ممنوع، أي عصائر، أي ألبان، أجبان، مخبوزات، أي حاجة، حلويات، كل الحاجات دي ممنوعة، فيش غير الأكل الخضار المطبوخ واللحوم بس هي دي اللي بتدخل. لم يتحمل المساجين هذا الوضع فبدأوا بإضراب عن الطعام والشراب، وأعلنوا رفضهم بطش الضباط بهم، لكنهم لم يجدوا من يسمع لهم أو ينقل صوتهم للإعلام خارج حدود السجن. عملنا إضراب فترة كده، أول ما دخلنا بحوالي بعد ما دخلنا حوالي بشهر ونص كده تقريبا 3 أيام أو 4، جت اتغيرت النبطشية بتاعت السجن، دخل الضابط الجديد بقى بتاع النبطشية الجديدة، خد مجموعة مننا وعذبها بره في الخارج، كان بيحطهم في الفلكة وعساكر تشيل الفلكة ينضرب على رجليه، ضرب على ظهره ويتجرب رجليه على الأسفلت، ورجلي مرفع في الفلكة وجسمه على الأسفلت، بيجي رجلي على الأسفلت، أسفلت هناك فشل ومحبة شديد. تدهورت الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين، وأصبح السجن له العديد من الأسماء: جهنم، عقرب الصعيد، ممر الموت. أنا التقيت بأحد المسجونين الذي كان في غوانتانامو، والتقيت بأحد الجنود الذي كان سجان في غوانتانامو. أيهما كان عنده أعراض صدمات نفسية أكثر؟ السجان أكثر من المسجون، فحتى السجان يعاني من الأعراض وستلازمه هذه الأعراض سنين أو حتى عقود من الزمن. بموجب الدستور المصري الذي يقول أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، ستكون هناك إمكانية قانونية لملاحقة المسؤولين، وهذا أمر محمود.